আসসালামু আলাইকুম মরহমতুল্লাহিকে সম্মানিত শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা আজকে আমরা সুরাতার চার নম্বর পর্বের ক্লাস করবো ইনশাআল্লাহ তো চলুন সম্মানিত শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা আজকের ক্লাস আমরা শুরু করি بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أولئك الذين طروا الضلالة اشتروا الضلالة بالهدى، بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم، وما كانوا من المهتدين وما كانوا مهتدين فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم مثلهم كمثل الذي كمثل الذي توقد نارا توقد نارا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما فلما أضاءت ما حوله، ما حوله، ذهب الله، ذهب الله بنورهم، بنورهم، وتركهم، وتركهم في ظلمات في ظلمات لا يبصرون لا يبصرون فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذهبَ اللَّهُ بِنُورِهِم وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. SUMMUM BUKMUN SUMMUM BUKMUN UMYUM FAHUM UMYUM FAHUM LA YARJI'UN LA YARJI'UN SUMMUM بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب أو كصيب من السماء من السماء فيه ظلمات فيه ظلمات ورعد وبرق ورعد وبرق او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون يجعلون اصابعهم اصابعهم في اذانهم في اذانهم من الصواعق من الصواعق حذر الموت حذر الموت يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط والله محيط بالكافرين. بالكافرين. والله محيط بالكافرين. والله محيط بالكافرين. يكاد البرقُ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ أَبْصَارَهُمْ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كلما اضاء لهم كلما اضاء لهم مشوا فيه مشوا فيه كلما اضاء لهم مشوا فيه كلّما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم وإذا أظلم عليهم قاموا عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله إن الله على كل على كل شيء قدير شيء قدير ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء

مسلهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ইণ্ডাল্ল গালা কুল্লি সেই ও অদি সয়দা কল্লজি সম্মানিত শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা আমরা এইভাবে শব্দে শব্দে বাচ্চারণ শিখব ইনশাআল্লাহ তো আজকে আমার ভিডিও এই পর্যন্তই ইনশাল্লাহ আবার আগামী পূর্বে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বাক